مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربع الليلة باش نسلطوا الضوء على واحد من القطاعات الحيوية، القطاعات الكبيرة مش كان في تونس، في العالم الكل. نحكي على قطاع السمان، السمان والشركات اللي عاملة فيه. الإسمنت من القطاعات الكبرى اللي مداخيله كبيرة والمرابيح متاع الشركات متاعه كبيرة، إلا في واحدة من الشركات العمومية اللي وضعيتها غريبة. نحكيه على شركة سمنت أم الكليل في الكيف، شركة اللي تقهقر الإنتاج متاعها من قرابة 1,000,000 طن طاح ل 300,000. صحيح خسرت سوق كبيرة كما السوق الجزائرية اللي وصلت لاكتفاء ذاتي، ما عادش تاخو من الشركة الوطنية، لكن الشركة ما فكرتش في أسواق جديدة. النتيجة اليوم قيمة ديونها وصلت ل 120 مليار. حقائق الأربع اكتشف جملة من الإخلالات اللي خلات وأن الشركة هذه العريقة القديمة توصل إلى وضعية كارثية، توصل على حافة الإفلاس. جملة من النقاط تتفرجوا فيها في تحقيق للحقائق الأربع ليلة، ومنها زاد النقطة وأنه الشركة هذه هي من الشركات اللي دخلنا فيها المئات من الموظفين سنوات 2011-2012-2013، المئات، الشيء اللي خلى أنه التوازن متاعها يفقد بصفة نهائية تقريبا، بالإضافة للغيابات، بالإضافة للسوايع الزايدة الخالصة واللي ما تتعملش، بالإضافة للمنح المقدمة وغيره. تكتشفوه الليلة في تحقيق الحقائق الأربعة.